النار قد أحيطت وسترت بالشهوات، والجنة قد أحيطت وسترت بالمكاره. والشهوات التي حجبت بها النار هي ما تميل إليه النفس لما فيه من لذة آنية من غير نظر للعواقب. فالزنا والعياذ بالله فيه شهوة الفرج، وفيه لذة آنية تميل إليها النفس إذا لم تتأمل في العواقب. فإذا هتك الإنسان هذا الحجاب فإن ذلك يكون سبباً لدخوله النار. وكذلك شرب الخمر تهواه النفس وتميل إليه لما فيه من اللذة الآنية من غير نظر إلى العواقب. فإذا هتك الإنسان هذا الحجاب وشرب الخمر أداه ذلك إلى النار.